يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امتدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر، فكيف نوفق بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير؟ يوفون بالنذر بعد ما ينذرون، ولهم كل نذر، النذر اللي هو نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا نذر وجب عليه الوفاء بنذر الطاعة، أما قبل أن ينذر فإنه يكره له الدخول في النذر، قبل أن ينذر هو في عافية، لكن إذا نذر والنذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. ففرق بين البداية وبين الوفاء بالنذر بعد ما يلزم. نعم.